لكن هتكلم في الجزئية دي، لكن هبدأ بآخر حدث وآخر موضوع، وهو النهاردة تصريح خرج للأستاذ وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، وقال إن لجنة الحكام برئاسة الكابتن وجيه أحمد تقدمت بمذكرة ضد المهندس عادل القيعي أحد مقدمي برامج قناة النادي الأهلي. والمهندس عادل القيعي علامة بارزة من علامات الإعلام الرياضي وإعلام النادي الأهلي بشكل خاص، وإحالته للجنة الانضباط خلال الفترة القادمة. وهو السؤال الأبرز هنا، هل المهندس عادل القيعي هو أحد عناصر اللعبة؟ هل هو لاعب؟ هل هو إداري؟ هل هو مسؤول ضمن الأجهزة الفنية لفرق كرة القدم اللي بتشارك في الدوري العام؟ هل هو عضو مجلس إدارة؟ لائحة الانضباط بتحدد الإطار اللي على أساسه بتحاسب عليه أي طرف أو أي عنصر من عناصر اللعبة لما بيخرج عن النص. هنيجي على الخروج عن النص وهنتكلم فيها دلوقتي، بس أنا بتكلم في الجزء اللائحي، بتكلم لائحة الانضباط لما بتيجي تحاسب أي حد بتشوف اللائحة نفسها الشخص المنوض بالحساب أمامها عنصر من عناصر اللعبة ولا لأ. ده جزء أساسي لازم نتكلم عليه في البداية. مهندس عبد القيعي ليس عنصر من عناصر اللعبة، مهندس عبد القيعي إعلامي وإعلامي بارز وإعلامي من الإعلاميين اللي ليهم شعبية كبيرة جدا والناس بتثق فيه جدا وبتحب تستمع جدا لآرائه، لأنه أحد العلامات البارزة في الإعلام الرياضي وإعلام النادي الأهلي تحديدا خلال آخر 25-30 سنة. لكن لائحة الانضباط هل فيها ما يفيد إن في بند يعاقب أحد مقدمي البرامج؟ طب الإعلاميين ومقدمي البرامج والضيوف الصحفيين حتى والإعلاميين، طالما بناخد هذا القياس في أماكن أخرى، مين المسؤول عنهم؟ هل لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم تقدر تحاسب أي مسؤول لما بيهاجم بقى رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي؟ طب دي في البداية. الجزئية الثانية، إيه اللي اتقال غلط؟ أو إيه التصريحات اللي صدرت عن المهندس عادل القيعي كان فيها غلط؟ راجل اتكلم بكل منطق واتكلم في أحداث المباراة بشكل سليم وما قالش أي حاجة غلط. هل محللي التحكيم اللي طلعوا اتكلموا على أداء الحكم هم كمان اتحولوا لجنة انضباط؟ ومحللي التحكيم بقى، أنت بتتكلم مش محللين تحكيم عاديين، لا ده منهم محاضر دولي وحكم دولي سابق ورئيس لجنة حكام سابق، اتكلموا بكل شفافية على التحكيم وقالوا أخطاء الحكم الكرواتي وقالوا الأخطاء الفجة اللي حصلت من الحكم الكرواتي، وقالوا كمان إن المساعدين اللي كانوا موجودين في غرفة تقنية الفار مش حكام دوليين. هل ده هنا أخطأ؟ هل هنا كان في مشكلة؟ تمام؟ أنا بتكلم على الحكام المصريين اللي طلعوا واتكلموا، هل هيتم إحالتهم لجنة انضباط؟ أنت بتتكلم في أخطاء تحكيمية واضحة، وبتتكلم عن خطأ من لجنة الحكام في كيفية اختيار حكم أدار من قبل مباراة للأهلي في البطولة، كانت فيها أخطاء تحكيمية، وحكم ليس من حكام الصفوة. حكم تاريخه معروف بالنسبة للجميع. لما يطلع إعلامي ويتكلم مع جمهوره ويشرح الأحداث ويسرد الأحداث، هل هنا في خروج عن النص؟ كلمة لجنة الانضباط أو كلمة لائحة الانضباط في ناس تانية هي اللي لازم تتحاسب عليها. في شكاوي تانية محطوطة في الدرج بقالها شهور ما طلعتش. هنا المفروض الناس دي هي اللي تتحاسب من لجنة الانضباط. هنا كفة أو معيار العدالة داخل الجبلاية ما أصبحش متوازن، أصبحت في كفة على حساب كفة، وواضحة على الملأ وبقت بشكل واضح جدا قدام كل الناس. أنت هنا مش هقول اللي أنت خدت قرار، لا ده أنت زنقت نفسك في قرار مهم جدا، أنت زنقت نفسك في قرار مهم جدا. هذا القرار أو هذا التصريح لما يطلع من المدير التنفيذي لاتحاد الكورة، أنت هنا زنقت نفسك في قرار مهم جدا، والحساب هيبقى من اللحظه دي او مش هيبقى من اللحظه، لانه كان في قبل كده حسابات سابقه وما حصلتش فيها حاجه، وقلت في شكاوي في الدرج وما حصلش فيها اي حاجه، والله اعلم هيحصل فيها ولا مش هيحصل فيها، لكن هنشوف الساعات الجايه، لان في خطوات مهمه جدا ان شاء الله هنتابعها في الفتره اللي جايه بخصوص هذا الامر تحديدا.